عندهم في البلد العيال الصغيرة بيلعبوا بالقطة، بيمسكوها من ديلها ويقعدوا يعذبوها كده ويرموها. فيعني مش بس عندنا عنصرية تجاه الإنسان، بس كمان الحيوان. فإيه، انتوا شايفين حاجات حواليكوا بتحصل كده في الشارع عامة بشكل عام؟ احنا شعب عامة مش بيعامل الحيوانات بشكل حلو ولا ايه؟ احنا شعب مش عامل انسان، مش هيعمل ما حيوان كويس، فمنطقي جدا. لا هو بس صعب احنا جدا، بس بس ده دي بس ده مش عموما، احنا بنتكلم في حاجات بسيطه ايوه جدا، طبعا. ناس معينه صغيره لا والله بقى قليله. دلوقتي بيتباهوا بفيديوهات، دلوقتي بنشوفها نازلة على مواقع بيعذبوهم. كتير قوي، بيعذبوهم وبيتلذذوا. انه بص، انا من اسبوع شفت فيديو مؤلم جدا، حد بيعذب حمار صغير، بيمسكوا من ايديه ويقلبوا ويخبطوا في دماغه. ما مش عارفة ده انسان ولا لا، ملوش علاقة بالآدمية يعني خالص. يعني دول بتبقى عندهم مشكلة فعلا نفسية وما بيتعالجوش. احنا نعالجهم يلا هتعالجوهم بيه؟ بالغنى. احنا اللي في ايدينا بس ايه غير الغنى؟ صح، ما فيش حاجه في ايدينا نعملها، ولا احنا القوة ماسكين، ولا الناعمة. احنا ماسكين بالظبط. تيجوا طب تسمعوا انسان، بمناسبه دايما الإنسان ما الحيوان، بقاش إنسان. بمناسبه الحيوان